انا بتكلم ان احنا خدنا مبادره منفرده بس للقطاع المالي. طبعا خد بال حضرتك زمان كان القراصنه او السرقه بتبقى لفرد العضلات، يعني واحد يقول لك ده انا اكبر هاكر في الدنيا ويطلع في الميديا ويتصور ان هو عمل حاجه يعني اب نورمال. صح. دلوقتي الموضوع كله منصب على الماده، والماده موجوده في القطاع المصرفي. فاحنا اكثر عرضه في اي دول من دول العالم القطاع المصرفي بطبيعته ان هو اللي فيه الفلوس، هو ده اللي بيتعمل له اتاك. لما نقدر نقول ان احنا فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا مش معصومين من الخطا، ولا بنقول ان احنا 100% الكمال لله وحده، ولكن بنقول to the best of our knowledge، الى اقصى معلومات من الخبراء اللي موجودين احنا مأمنين المنظومه، وربنا يكرمنا ويوفقنا دايما يا رب ان شاء الله. يا رب.